ماسك عليه الفيديوهات ديت بعد لما بيسجل له. بيعبي نت وبيعبي نت بيعبي نت وبيعمل وبيسوي. وبيعبي نت والكلام ده كله، تمام. فارجو من الناس يعني، ابعد عن الكلام ده، تمام. اذا جات لك كاميرا ولا حد بالكلام ده، خليك يعني ايه، خليك مستقيم كلش شويه، خروف مطيع. ما تكونش خروف يعني، ما تكونش خروف وتسلم دقنك لحد او تسلم ده. في بقى اللي بيعمل ايه، بياخد بقى بياناتك، يعني يقوم باعت لك على الواتساب، لما هو عارف رقمك او جاب رقمك من حد، فيقوم باعت لك على الواتساب، طيب يقوم اخد بقى الواتساب بتاعك، واخد التليجرام بتاعك، واخد الفيسبوك بتاعك، وانستجرام، وتويتر، ومش عارف ايه. وبعد كده لما ياخد البيانات دي كلها، بسم الله ما شاء الله كده، اخد كل البيانات دي كده، ركنها على جنب، واخد رقم تليفونك وكل حاجه، يبتدي يخش عندك في الاصدقاء اللي عندك كلهم، ويقوم يشكل عندك كلها، يعني بص، يقوم جمع كل الناس اللي عندك، ويقوم مصور البني ادم تصوير كده، اللي هو اللي بيقلعوا دول، يقوم مصور البني ادم تصوير محترم، وبعد لما يصوره وبعد لما يصوره، تمام، بيهددوا بيلبسوا. تعالى حبيب قلبي، انا مستعد ان انا دلوقتي اطلع البلد ازرق على جتتك، ادفع بدل ما انشر لك الفيديوهات يا عمي، اهديك ادفع. الكلام ده حصل مع ناس زملاء ليا في الكويت، والله العظيم. يعني كان واحد كان معايا في السكن، ويعني كان يا عيني الموضوع دوت، ما كانش يعرف الموضوع ده، ان في ناس زي كده، فوقع في حظ واحد يعني، كان لسه وصار مستجد. مشاهير منهم لاعيبة كرة كمان، لاعيبة كرة قدم. فهو وقع مع واحد، يعني وقع مع واحد لسه مستجد، هو وقع مع واحد يعني صاحبي ده وقع مع واحد لسه مستجد، لسه مستجد في الشغلان، لسه مستجد في النصب يعني. فصاحبي بقى جاي الحقني وبتاع، في ايه يا ابن الحلال؟ قال لي حصل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. دلعت خالص، عملت ايه؟ قال لي طالب مني، والله العظيم استاذ قريب، قال لي طالب مني 3000 دينار. قلت له يا حبيب قلبي، لو دفعت له 3000 دينار هيطلب منك 3000 دينار تانيين، و3000 دينار تانيين، و3000 دينار تانيين. قال لي طب الحل ايه؟ قلت له ادهوني، اول ما يتصل بيك، تمام، ويقول لك انا عايز فلوس او الكلام ده، ادهوني. ف الولد لما جاء اتصل بيا، اتصل بيه، فهو راح مدوني. فبقول له، والمشكله ان هو كان عربي يعني، ومن الكويت، وعمل النصبه دي وهو في الكويت. النصبه دي موجوده في كل حته يا جماعه، مش شرط الفلبين، لكن يعني في ناس يعني متخصصه عرب بتكون موجوده في الاماكن دي، تمام، وبيعرفوا يصطادوا. انتوا بقى اتقوا شر الحكايه. فالمهم، صحيح. صاحبنا ده بيكلمني، تمام، بقول لي انا هنشر، انا بكلمه على اساس ان هو صاحبي يعني، فبقول له انا هنشر الفيديوهات وهعمل وبتاع والحكايه والروايه. قلت له بص يا حبيب قلبي، انا عم بكلمه على اساس صاحبي بقى. قلت له انا راجل، لا 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 يهمني اللي انت هتنشره، ولا اللي انت نشرته، ولا اللي هتنشره بعد كده. انت مش خايف؟ قلت له لا مش خايف، انا راجل عايز اشهر نفسي، ده انا هنشر فيديوهاتك. قلت له عادي، ده عسل قوي، ده انت هتعرف الناس ان انا ذكر صح يعني، ذكر يعني. فبيقول انت مش خايف؟ قلت له انا خايف من ايه؟ ده انت تنشرها، ده هيجي لي ستات اكتر، انت بتهرج. قلت له يا حبيبي قلبي، انشر، ابعت لي الفيديوهات انا هنشرها لك. الواد اتصدم، فكان مستجد يعني، هو واضح انه كان مستجد. قلت له انشرها، انشرها مفيش مشكله، انا انشرها عندك، الفيديوهات دي ابعتها لي وانا هنشرها. انت قلت له مش ولا حاجه، هدفع ولا هدفع ولا بعد 100 سنه، ده انت هتنشر دي حاجه انا كنت مكسوف ان انا انشرها، انت هتنشرها لي، هتشجعني اكتر ان انا انشر بعد كده فيديوهاتي تاني. فالولد راح قافل الموضوع، وراح عامل عليه بلوك، تمام، وصاحبي ده راح ايه، بسني من ناحيه دي ومن ناحيه دي، والتاني بقى ايه، كان لسه مستجد، لسه ما يعرفش الحوار ده، ظهر مسح الفيديوهات وخلاص انتهى المشوار. لكن في ناس بتكون محترفه بقى وفاهمه الكلام ده بيتعمل ازاي، وطبعا بقى عنده الاكونتات والكلام ده كله، اكونتات صحابه ودنيته والجروبات اللي هو فيها والكلام ده، وبعد كده بيبتزه بقى ويقول له ايه، طلع بقى يا معلم شخل دي. لا، وفي ناس، في ناس بتنسخ السيم كارد كمان يا بحر، السيم كارد كله بالنسخ، لا 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 لا، ده في حاجات يصير عندك خط ثاني وبيستغل اسمك وبيستغل يو هو 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 هو. ليه ما كانش واحد استغل اسمي في قناة قرافيل، ودخل باسمي، ودخل باسمك يا استاذ ابراهيم؟ صحيح. مش في واحد كان دخل قبل كده باسمي وباسمك، وشتم الناس، دخل وشتم الناس وقال لهم كذا وكذا 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 وكذا، وكان عامل اسم، وعامل باسم ابني ادم كمان يعني، عامل اكونت باسمي، وعامل اكونت باسم ادم، وعامل اكونت باسمك، ودخل باسم. فما تنخدعوش يا جماعه في اي حاجه من الكلام دوت، حتى لو كنت واحد اخد صورتي واخد دنيتي واخد حاجتي والكلام ده كله. خلي في بالك كمان برضو الارقام يعني الارقام ذات نفسها حاليا دلوقتي بتتضرب، الارقام دلوقتي بتتضرب. بتنسق. لا لا لا، في حوار كده مش عايز اقوله، عشان في ناس
على ما اظن يعني، ممكن في ناس بتتابعني وممكن تقوم مدوره على الموضوع ده كويس قوي. في الارقام والواتسابات بتتضرب، الرسائل الاس ام اس بتتضرب، كل حاجه من الكلام ده بينضرب. وحضرت انا مشكله كانت في الكويت، كان اس ام اس كان معمول وكان مضروب، اس ام اس مضروب. تفتكر قبل القصه اللي صارت معانا، نفس اللي صار بيني وبينك على موضوع يوم ما واحد هكر تليفون؟ ايوه، واحد هكر تليفونك انت قبل كده. لا بس انا بكلمك في اس ام اس اتهكر، لا مش اتهكر كمان، يعني واحد سب واحد تمام من عن طريق اس ام اس، فالتاني اخذ الاس ام اس وقام راح طالع عامل بيه بلاغ. في الاخر خالص اتضح ان هو ما بعتش الاس ام اس ده اساسا، ده برنامج فيك بيغير في الاس ام اس اللي موجود في تليفونك، يغير في الاس ام اس ويبعت بتواريخ كمان قديمه، يعني يبعت بتواريخ قديمه، برنامج بيغير ابلكيشن بيغير الاس ام اس، واتجاب واتنقح 3 سنين حلوين او 4 سنين حلوين في الكويت بعد لما اتجاب واتعرف بقى، لان الراجل ذات نفسه قال لك انا ما بعتش الرساله دي، جيبوا لنا انت، انا ما اعترفش بالاس ام اس بتاعك ولا التليفون بتاعك، جيب لي السجل من عن طريق شركه الاتصالات، شركه الاتصالات عندها الاس ام اس طبيعي، هات لي سجل منها تمام ان انا بعت لك الموضوع دوت من عن طريق. فلما راحوا جابوا من عن طريق الشركه قالت لك لا ما فيش اس ام اس اتبعت من التليفون ده للتليفون ده، والرساله دي اصلا ما كانتش في الميعاد ده مش موجود. طبعا الراجل اللي كان عامل البلاغ الكيدي ده او البلاغ الكذب ده اترقع له 4 سنين، فهمتني؟ فحتى برامج الاسم في برامج تعديل في الاس ام اس، فاتقوا شر اي شيء يا جماعه، اي حاجة انت شايفها غير واقعية ابعد عنها. يعني انت شايف حاجة مش طبيعية مش حقيقية، حاسس ان في حاجة غلط، حاسس ان في حاجة واحد شتمك واحد سبك. اخ سامر، هذا الموضوع في وقف. جميع وقف. وقف اخ سامر، هذا الموضوع في جميع العالم وعندنا اذا دينت احد اعرف انه 70% سيخلف ووعده في السداد الا من رحمة رب. يا باشا ما انا بقول لك يا استاذ سابع، السلف تلف والرد خساره، يعني بيستخسر انه يبعت حتى لو سديت يفضحك انك ما دفعت. يعني اي برامج يا جماعه، اي حد انت بتتعامل معاه اذا ما كنتش انت واثق فيه ثقه كويسه جدا ما تتعاملش معاه نهائي، لا في فلوس ولا في كلام سر ما بينك وما بينه ولا اي حاجه من الكلام ده خالص لحين ما انت تثق فيه. في كلمه لك يا ابو احمد مد جوهرة، يعني انت قلتها زمان لما تختلط في الجاليات العربية لا تعطي سرك لحدا ولا تعطي. لا ما انا اتعلمت يا باشا، وانا اتعلمت ببلاش، ده انا اتعلمت ما تديش سرك لبني ادم، ما تديش سرك لاي حد ايا كان، هنا في الفلبين، في الكويت، في الامارات، في قطر، في البحرين، في امريكا، في اي حد، ما تديش سرك. لازم تضيف انت على العنوان بتاعك واحد، يعني لازم تضيف كمان اللي بيخربوا الاسر، بيختنوا، بيعملوا مشاكل. لا غير اول وغير ما في ناس بتستغل يا استاذ ابراهيم، في ناس هنا كتير بسم الله ما شاء الله بتستغل الحكايه دي، يخرب لك اسرتك باسهل مما يمكن، يعني يدور على ان هو يخرب الاسره لان هو منقوص الامان.